الأرض بتدور بشكل ثابت حتى لو ما قدرناش نشوف ده أو نحس بيه، بس الثبات اللي بتدور بيه الأرض هو اللي مخلي الكوكب مستقر بالشكل ده، وهو كمان اللي مكون شكل الكوكب الحالي، الشكل الجغرافي للكوكب يعني. وكمان دوران الأرض ده عامل مهم جدا وأساسي في الظواهر اللي بتحصل على الكوكب، زي تعاقب الليل والنهار، وكمان فصول السنة الأربعة، وحاجات كتير هتتغير لو الأرض توقفت فجأة عن الدوران. وده اللي هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. ودلوقتي هنبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدأ الفيديو. الأرض بتدور حول محورها مرة كل يوم، وده اللي بيسبب تعاقب الليل والنهار، وكمان بتدور مرة كل سنة حول الشمس، وده اللي بيسبب تعاقب فصول السنة الأربعة. إن الأرض تتوقف فجأة عن الدوران يعني كارثة، زي مثلا تمزق سطح الأرض. وعشان ما نكونش بنبالغ في الوصف ده، خلينا نتخيل إن التغير ده هيحصل بشكل تدريجي. وعشان كمان يكتمل التخيل، خلينا نقول إن الأنظمة الأيكولوجية للأرض أو المجتمعات اللي عايشة على سطح الأرض من الكائنات الحية قدرت إنها تنجو من التوقف ده، وفضلت سليمة بعد التغير الكبير اللي هيحصل للكوكب. بس العالم الجديد في الحالة دي هيكون شكله إزاي؟ يمكن الأفلام الكتير اللي تم تصويرها عن نهاية العالم بترجع لنفس التخيل، يعني إيه اللي هيحصل لو شيء دمر الأرض؟ إيه اللي هيحصل لوجودنا؟ والكارثة دي هتكون عاملة إزاي؟ كل الأسئلة دي جاوب عنها العلماء في ناسا. أولاً، كل شيء على الكوكب هيطير ناحية الشرق بسبب كبر حجم كوكب الأرض. بتاخد 24 ساعة عشان تلف حوالين نفسها في دورة كاملة، وبتاخد سنة عشان تلف حوالين الشمس. لو الأرض وقفت فجأة هيقع كل شيء على سطح الأرض وهيطير ناحية الشرق، وده بسبب قوة الدفع اللي بتكتسبها الأشياء. ممكن كمان يحصل تسونامي وأمواج مادة هائلة. تخيل مثلا لو انت راكب عربية وماشية بسرعة كبيرة، وانت قاعد جواها مستقر ومتعود على السرعة دي، لو العربية وقفت فجأة هتلاقي نفسك اندفعت لقدام بشكل لا إرادي. ده بالظبط اللي هيحصل للأرض لو وقفت فجأة. المية اللي موجودة في المحيطات هتندفع بقوة، وده هيؤدي لأمواج عالية وممكن ترتفع لدرجة تسبب تسونامي هيجتاح الأرض كلها، وطبعا هتكون برضو في اتجاه الشرق. كمان لو توقفت الأرض فجأة هتكون في رياح قوية. الغلاف الجوي هيفضل يدور حول الأرض حتى لو توقفت عن الدوران، وده هيسبب رياح شديدة جدا بسرعة 1700 كيلومتر في الساعة، والسرعة دي كبيرة جدا بالنسبة للرياح. ومن المتوقع كمان ان الغلاف الجوي يفقد جزء منه. توقف الأرض عن الدوران هيؤدي لتشكل محيطين وقارة جديدة. تجمع المية في خط الاستواء ووجود القارات والمحيطات في مكانها بيرجع لقوة الطرد المركزي اللي بتتولد نتيجة دوران الأرض. فلو الأرض توقفت فجأة هيكون في فوضى في المية واليابس، وفي اعتقاد إن محيطين بس اللي هيفضلوا في القطبين، وهيكون اليابس قطعة كبيرة من غير فواصل، ودي هتكون القارة الوحيدة. كمان كل الكوارث هتحصل في نفس الوقت. توقف الأرض هيؤدي لحدوث اهتزاز للكوكب بالكامل، ونتيجة ده هيحصل زلازل
والزلازل ممكن تسبب انفجارات بركانية، وكمان هيكون في أعاصير قوية بسبب الرياح اللي اتكلمنا عنها قبل كده. كمان شكل الأرض اللي احنا عارفينه هيتغير، يعني مثلا كلنا عارفين ان الأرض مش كاملة الاستدارة، يعني مش كروية بشكل كامل، بس بعد التوقف ده هتتحول الأرض لجسم كروي تماما ومش هتكون بالشكل الحالي ليها. هيكون نص الكرة اللي قصاد الشمس لحظة التوقف حار للأبد، والنص التاني بارد زي القطب المتجمد، ومش هيكون في تعاقب لفصول السنة الأربعة. وفي كمان احتمال ان نص السنة يكون نهار والنص التاني هيكون ليل. الحقل المغناطيسي اللي حوالين الأرض هيختفي. طبعا كلنا عارفين ان في حقل مغناطيسي حوالين الكوكب هو اللي بيحمينا من الرياح الشمسية وحاجات كتير ضارة ممكن نتعرض ليها. للأسف لو توقفت الأرض عن الدوران هيختفي الحقل ده، وهنكون معرضين للرياح الشمسية والجزيئات المشحونة من الشمس واللي ممكن تدمر كل شيء على الأرض. لما الأرض تتقسم لنصين، نص حار جدا والتاني بارد جدا، هيكون صعب إن البشر يعيشوا فيها، والمكان الوحيد اللي ممكن يكون مناسب هو الحدود بين المنطقتين، وكمان لازم يعيشوا تحت سطح الأرض، ولو خرجوا لازم يلبسوا بدل خاصة تحميهم من الإشعاعات. آخر حاجة هتحصل هي إن القمر هيصطدم بالأرض، وده مش هيحصل على طول، هيتوقف بشكل تدريجي عن الدوران وهيسقط على الأرض وهيدمرها بالكامل. ده طبعا هياخد وقت في البداية، وهيتوقف بشكل تدريجي ويفضل يقرب باتجاه الأرض. أخيرا، سرعة دوران الأرض بتتباطأ بشكل تدريجي، يعني أول نشأة كوكب الأرض كانت سرعة الدوران أكبر بكتير، واليوم ما كانش بيتعدى 6 ساعات. كمان جاذبية القمر اتسببت في أمواج مد وجزر، وده تسبب في تباطؤ تدريجي لسرعة دوران الأرض. وفقا لإحصاءات وكالة ناسا، اليوم طوله على الأرض بيزيد ب2.3 ملي ثانية، وبعد مليارات السنين من الآن على افتراض بقائها هيتضاعف طول اليوم عدة مرات نتيجة تباطؤ سرعة دوران الأرض، وده قبل ما تتوقف بشكل كامل عن الدوران. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. أتمنى أكون قدرت أقول لكم معلومات سهلة وبسيطة عن الموضوع ده. أشوفكم في فيديو جديد. باي.